السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا، أهلا بكم في حلقة جديدة من الشرق اليوم. بطبيعة الحال النهاردة بتحل علينا ذكرى وفاة ناجي العلي الذي يقول عنه بعض الفنانين الفلسطينيين لا ناجي إلا الناجي. ناجي العلي الذي أوجع الاحتلال والذي بدأ أو الأب الروحي لرسم أو لفن الكاريكاتير في الوطن العربي وفي فلسطين. أيضا اليوم بتحل ذكرى وفاة سيد قطب، من أشهر ما قال سيد قطب: لابد لهذه الأمة من ميلاد، ولابد للميلاد من مخاض، ولابد للمخاض من ألم، ونحن نعيش في هذا الألم، ألم ميلاد الأمة العربية والإسلامية في مخاضها وفي حربها من أجل الحرية والعدالة، ومن أجل الاستقلال عن الأنظمة الفاشية، ومن أجل الاستقلال عن التبعية لبعض الدول الغربية. أهلا بكم.